بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس برناب مخرج رئيس جمهورية الهند الصديقة عرب فيها جلالته عن خالص التعازي وصادق المواساة بضاح. بضحايا حادث خروج احد القطارات عن مساره في ولايه اوتار براديش بجمهوريه الهند وتمنيات جلالته لاهالي وذوي الضحايا بالصبر والسلوان وللمصابين بسرعه الشفاء وتمام العافيه مؤكدا جلالته حفظه الله تضامن مملكه البحرين مع جمهوريه الهند في هذه الفاجعه الاليمه.